سجل الزمن الساحة اصليها ساحة بتسكت وساحة صلاحة مين اللي قالك حبي اهل بيت النبي فيهم العطا وراحة ده اللي يقول الكلام ده ناس عقلها راحة مين اللي قالك حبي اهل البيت لما نتفرج على نفسنا شويه تعال فيك روح هتفكها يا مين اللي قال طريق اهل بيت النبي ده ملعبه وراحه ده اللي عرفه طريق سيدنا النبي ترجع الفلاحه شيخ ابراهيم بيربط القلب بصراحة كل من قالوا الكلام ناس عقلها فراحة سهر الليالي مش كلام الحب مش من كلام ده الحب قطع القلب اسأل شيخ اسألوا شيخ العرب كابتن الصوت الحلو عند النبي دوار سيد احمد البدوي قعد 40 يوم على السطر عينه بصه للسماء لما عينيه جاب الدم عينيه منزلت بدل الدموع دم سيد الرفاعي في انتقاله سيدي احمد الرفاعي كان اللحم اللي عليه اربع طرقار من الحب احنا الواحد ما دخلش الخدمه وكان لحم الخدمه دي مش كويس فاش مدد المدد عندنا في اللحمه بس استرها علينا يا رب شوف شعل القلب شوف شعل القلب على باب الكمال وحيد قالوا بصلاة النبي تاجوا في دنيا طالب او مخلوق اهم
حاجة يا جد يوصل المشروع، أهم حاجة يا يوصل المشروع، حالكم عجب العجب يا ترى دي المكتوب، حالكم عجب العجب يا ترى يا أبا العالمين دي المطلوب، بتسيبوا اللي عاقل وتبلوا المكسوب، تسيبوا واحد عقل وتدبر المكسوف، انا مسحت كده واليمين مشطوش، والله اهلا بيك وحياه مقام سيد ابراهيم، اهل بيت النبي لا يمكن يقبلوا معيون، اهلا بيك لا يمكن يقبلوا معيون، كل ولادهم نجاح مفيش حدا مرسوم، الحب صنفين الشيطان بيشي